استاذ صلاح من البحيره اتفضل. السلام عليكم يا استاذ. سلام ورحمه الله وبركاته. احنا الحمد لله ان احنا كلمناك على موضوع تطهير الملال والحمد لله اتطهر من النهارده. الحمد لله. بنشكر حضرتك والفضل يرجع ليك والله. الفضل ربنا سبحانه وتعالى، الساده المسؤولين هم اللي اشتغلوا، زملائي في الاعداد هم اللي تواصلوا معاهم، انا ما عملتش حاجه، فربنا يوفقك وانتم. هم حيرونا شويه بس الحمد لله في الاخر جابت نتيجه برضه. الحمد لله عينيا الاثنين وربنا يوفقكم، انتم تستحقوا. كل تقدير. بشكرك شكرا. بشكرك فعلا، انا بشكر السيد وكيل وزاره الري، ده الفلاح المصري يا جماعه اللي احنا دايما بقول لكم بنتعلم منه، عنده مشكله واتحل فبيقول لك، يعني بيرضى دايما لما يلاقي نتيجه ويلاقي خدمه، مش مني فقط، من مهندس زراعي، مهندس ري، مدير جمعيه، هيلاقي خدمه هيقول لك الف شكر، وفي الاخر الخدمه دي لمصلحتنا احنا لبلدنا، ما بيشتغلش ابدا لمصلحته الشخصيه، ولا عمر مزارع اتصل بيا او اتكلم معايا في مشكله شخصيه، مشكله زراعه يعني مشكله بلد، مشكله مياه وري للزراعه يعني مشكله دوله، بيكلمك في نقص اسمده مشكله دوله، مش مشكلته هو بس، الراجل ده مسؤول عن العمل، هو اللي بيشتغل وبيشقى،